ان انا ابو شيرين لابو حسام حبيب لابو عمرو اديب دي كلهم كلام في الفاضي. مش عندها قوام. هي مش عندها قوام. مش عندها قوام ولا ايه؟ رايك في اللي حصل لشيرين عبد الوهاب؟ حسبي الله ونعم الوكيل. هما بينهم عيال فلازم يرجعوا عشان العيال اول حاجه وعشان تلحق تجهز عيالها. والله يا شيرين يعني مش عارفها شخصيا بس يعني شيرين انا اسمعه اللي هي اتفركشت ورجعت تاني بس دي حاجه اسمها قله ادب والله العظيم. هو اللي قال لها اشربي ولا قال لها نفسيتك مثلا تدخلي في مود مش كويس ولا كلام من ده خالص. هو نصيبها كده مش هو السبب خالص. يعني المفروض يا استاذة شيرين ان انت ما مش ترجعي للي ضربك ولا اللي هانك. انت شايفه ان حسام هو السبب في ادمانها؟ هو السبب. بتحبه في حب بعد اللي حصل فيها كل ده تحبه؟ لا منتظر منصور ده حكومه لوحده. معلش كده ده حكومه لوحده. لو عنده حاله هو يشتم مثلا دول ناس مش يستاهلوا ده كله ويعني مش لهم لازمه عامه يعني في المجتمع. ايه رايك في اللي حصل لشيرين الفتره اللي فاتت؟ والله حسبي الله ونعم الوكيل. احنا مالنا بالحاجات دي؟ احنا عايزين يبقى نشوف ازواج صالحه نتجوزهم وخلاص. عملنا بقى بشيرين وحسام والحاجات دي مستقبلنا واقف على الناس دي يعني؟ ده موسم رجوع الاكسات للناس. انا الاكس بتاعي فين بقى؟ سنجل بائس حد الله والله. بمناسبه ان ده موسم رجوع الاكسات، انت مع ولا ضد ان شيرين ترجع لحسام تاني؟ لا ضد طبعا. ان يعني هم هزقوا بعض وشتموا بعض ولموا عليهم امي لا اله الا الله وفضلت تقول لو كان في لابو زلوه مش هتجوزه ولا هرجع له. وبعد كده رجعت له تاني؟ مفيش كرامه. والاسلام اصلا صان الواحده بكرامتها. ده احنا ربنا كرمنا بصوره النساء، احنا بقى نرجع نروح ونيجي واللي مسخر كرامتها. اغلبيه الناس بتقول ان السبب جوزها وكده بس هو طبعا مش سبب خالص. هو نصيبها كده وقدرها كده. هو اللي قال لها اشربي ولا قال لها نفسيتك مثلا تدخلي في مود مش كويس ولا كلام من ده خالص. هو نصيبها كده مش هو السبب خالص يعني. وبعدين انا شايف ان حسام من يعني من بدايه جوازه هو واقف جنبها وبيشجعها. عمره ما قصر فيها في حاجه. ده اللي نعرفه. اما هو مش سبب. انا شايف ان هو مش سبب خالص. هو ما كانش ينفع علشان هو غلط اصلا اللي هو عمله ان هو هي كانت بتحبه وهو كان بيحبها. فازاي ان هو ازاي اصلا يحصل فيها كده وهي اصلا ازاي كانت تيجي على نفسها ان هي تعمل حاجة او تمشي تاخد مخدرات او هي كده. وازاي اصلا فين اللي هم الصحافة او الناس دول اللي اجوا صوروها وفضحوها؟ هما ده هم فضحوها وخلوا ان الموضوع كله مش يجي على الناس. يعني هم دلوقتي هيجوا يقولوا شيرين ده كانت مدمنة، شيرين دي ده كانت في المسرحية، شيرين دي معرفش كانت فين. طب انت شايفة ان حسام هو السبب في ادمانها؟ هو السبب. هو علشان هي حبته فاتت له الامان فهو ازاي يعمل فيها كده؟ هو غلط اصلا هو كان عامل فيها كده. طيب ايه رأيك بقى في فكرة انها رجعت له تاني بعد كل اللي حصل ده؟ لا هو ما ينفعش. هو ما ينفعش ان هما يعني انا حد يأذيني وارجع له تاني ده استحالة. والله يا شيرين يعني مش عارفها شخصيا بس يعني شيرين انا اسمعه اللي هي اتفركشت ورجعت تاني بس دي حاجه اسمها قله ادب والله العظيم. بس يعني اللي هي عملته ده يعني هو ما تعرفيش شغل ادمان بقى ولا ايه ده. بس هو يعني ممكن يطلع شغل ادمان مثلا حاجه كده. طب مين السبب ورا شغل الادمان ده؟ يعني ممكن يكون يعني حاجه ادمنتها وخلاص. يعني مثلا هي فركشت ورجعت تاني ده مش لعبه. يعني هي مش واخداها لعبه، هي واخداها زي لعبه كده وحاجات من كده بس. طب انت شايف ان اللي بتعمله ده صح ولا غلط؟ انا شايف اللي بعمله غلط. يعني هي ما تفركش وترجع تاني يعني ده حرام اولا. يعني مش عندها قوام. هي مش عندها قوام. ايه قبل الكرامه بس خلينا نتكلم في دخولها المصحه والسبب ورا دخولها المصحه. يا ترى مين؟ لحسام. وانت بقى بتقول انها ما عندهاش كرامه علشان هو كان السبب في دخولها المصحه ورجعت له تاني. لو انت مكان شيرين عبد الوهاب هتعمل ايه؟ مش هيك كده. مش عندي كرامه ولا ما هو برضو الموضوع مش موضوع كرامه على قد ما مثلا موضوع ان هو في بينهم حب مثلا. ما هو الحب مش هيعمل كده. يعني حتى لو الانسان بيحب حد وكده ما بيعملش كده. يبقى اكيد مثلا مثلا ممكن يكون هي بتستا بتحبه يعني وبتحبه كده بس برضه اللي هو يعني كرامته فوق كل شيء. ممكن حسام يكون هو بيحرضها انها تعمل حاجات دي؟ مش اعتقد. يعني مش عندها دماغ هي يعني. يعني ما فيش شخصيه مثلا ما فيش حاجه. طب من وجهه نظرك شايف ان اللي حصل ده بسبب حسام ولا بسبب اخوها؟ يعني ما اعرفش والله. بس هما دلوقتي بيتهيألي ده كله دلوقتي ترجع له ليه اصلا ما دام هي اللي غلطانه
ولا هو مين اللي غلطان؟ انا ما اعرفش مين اللي غلطان لغايه دلوقتي، بس هو دلوقتي هتلاقي شيرين، هي شيرين غلطان ودلوقتي رجعت له، يعني بعد اللي حصل فيها ده كله ترجع له تاني ازاي؟ مش عارف يعني. مش ممكن يكون هو اللي بيجبرها تعمل كده؟ لا يجبرها على ايه يعني؟ انا مش عارف، ده اكيد يعني واحده زيه ترجع له ازاي يعني بعد اللي حصل فيها ده كله؟ ده بيقول ادمنت المخدرات ومش عارف ايه. ما يمكن رجعت له عشان بتحبه. بتحبه في حب بعد اللي حصل فيها كله ده تحبه ازاي يعني؟ اكيد في. لا ما اعرفش والله، حسب، مش كل الخلافات الواحد يرجع فيها، بس يعني في خلافات ممكن تكون تكسر القلب بطريقه وحشه يعني، وفي خلافات تانية ممكن تتحل بالعقل، مش كل حاجه يعني تتحل بالعنف والمشاكل وكده. إيه طيب، سمعت ان شيرين عبد الوهاب دخلت المصحه ولا لا برضه؟ سمعت. ايوه. إيه من وجهه نظرك سبب دخولها المصحه كان ايه؟ لا زي كل الناس، زي كل الشعب المصري ما بيقولوا كان في ناس بتتعاطى مخدرات، وفي ناس كانت بتقول مثلا عشان حسام عبد المجيد ده وكده يعني. هو اولا اكيد الكل بيتكلم دلوقتي عن حوار رجوعهم وكده، وفي ناس بتقول كرامه ومش كرامه والحوار ده، والحوار واخد ترند اصلا، متصدر الترند على الفيس دلوقتي على كل مواقع التواصل الاجتماعي. بس هي يمكن حوار ان هي رجعت له او كده، دي سبب تعلقها بشخص هي حبته، احنا ما قدرناش نحكم نقول مثلا هي رجعت له ليه او كده. بس الحوار اصلا يعني في استغراب ان هو مثلا بعد كل اللي عملها وبعد ما هي راحت المصحه زي ما هم قالوا كده، فالحوار في استغراب اللي هو ازاي بعد ما شخص اذاك او كده ترجعي له، بس هو الناس مستغربه بسبب كده. مع ولا ضد ان شيرين ترجع لحسام تاني؟ ما براحتها، عشان تيجي تقول لك اذيتني كتير ولا اذيتك وحبيتني كتير ولا سبتك، فبراحتها. شكلك متابع اغانيها وتحبها. بحبها. لا والله، هو اللي بتعمله ده مش عارف هو من ناحيه ايه اساسا ومبادئ ايه، عشان كده مش نقدر نحكم عليهم اصلا. معاك ازاي؟ فهي من حقها ان هي تعمل كل حاجه، سواء كان طلاق او رجوع. فبس مش عارف، انا سمعت اللي هي حته المخدرات دي ان محمد صلاح الغى المتابعه عليها، كان حصلت كده وسمعتها. هو محمد صلاح الغى المتابعه بعد ما هي رجعت لحسام حبيب، وهي رجعت لحسام حبيب بعد ما كانت طلعت قبل كده وشتمته وقالت لو اخر واحد مش هرجع له. فانت ايه رايك في كل اللي بيحصل ده؟ لا والله، هو رايي اساسا الستات مش عندهم كلمه، معلش كده. الستات اساسا انا كمبدا اليوم مش عندهم كلمه، فبالتالي هي هتلاقيها ايه، عن حب قديم حاجه زي كده، مش عارف. طب مش ممكن يكون هو بيحرضها انها تعمل حاجه؟ لا مش عارف، في كده بقى مش نقدر نحكم. والله يعني مش موافق على اللي هي عملت فيه، والله مش موافق اللي هي عملته. اللي هي ايه؟ هي عملت ايه؟ اللي يعني هو ضربها وهي رجعت له تاني، يعني كان المفروض لها تكون عندها كرامه لا مش ترجع له بعد اللي هي عملته. طب حضرتك مش شايف ان ممكن حسام هو اللي يكون عامل فيها كده، وهو مثلا اعتقد لو عمل فيها كده اعتقد والله هو اجبرها انها ترجع له. ايوه يعني لا مش موافق لو اكبر، ممكن يكون اكبرها وممكن لا، بس لو شيء اللي هي ترجع له وده يعني شيء مش كويس. ايه تعمل لنفسها مكانه وكرامه ليه؟ بيقول هو ضربها، المفروض ليه ما ترجع لهوش بعد لو عمل؟ مش عارف. طب وجه لها رساله بقى. يعني المفروض يا استاذه شيرين ان انت ما مش ترجع لها اللي ضربك ولا اللي هانك. انت شايفه ان رجوعها لحسام ده عشان ما عندهاش كرامه، ولا حسام مهددها او في حاجه بينهم؟ دي سياسه مالناش دعوه، بس مش معنى ان حد انا بحب حد وكده فارجع له، لا ما هو داس على كرامتي وبهدلني، وفي حوارات حصلت على السوشيال ميديا كلها، فده ما ينفعش. المفروض الواحد ما يرتبط بواحده بيصونها، ولو حصل في انفصال ولا حاجه نفضل برده مع بعض في نفضل برضو مع بعض في حدود الاحترام والادب، حتى سواء كنا مع بعض او انفصلنا، لكن شغل الشوشره اللي هم عملوه دوت دي حاجه مش كويسه، واحنا كمسلمين مش نرضى بحاجه زي كده، واحنا هنسيب مشاكل الحياه كلها ومشكله الكوكب ونركز في شيرين وحسام؟ في مشاكل اكبر من كده زي المناخ مثلا، ده حفص. طب انت لو مكان شيرين عبد الوهاب هتعمل ايه؟ لا انا مش مكان عبد لا انا واحد من الناس عندي قرار، يعني شيرين ارجع ما ارجعش لا ده حاجه تخصني. طب لو مكان حسام حبيب وبعد ما هي طلعت واتكلمت عليك هترجع لها ولا لا؟ ايه لا طبعا، ازاي ست تتكلم عليا كده وارجع لها ليه اصلا؟ ده هي في الاول والاخر ست، ولا راحت ولا يجت، في غيرها كتير. هي يعني مشهوره وبتغني وكده ولها ترند وجمهور، لا بس معلش كرامتي فوق كل حاجه.
طب ما هي في الاول وفي الاخر ست، يعني ممكن الستات ما ناخدش على كلامهم وعادي. هو بقى دي حاجه ترجع لشخصيته، شخصيته هو، كان هو شايف ان ترجع واحسن ان هم كملوا مع بعض او لا. هي طلعت قبل كده وقالت ان هو لو اخر راجل مش هترجع له، بس بعدها بفتره زي ما احنا شفنا اللي حصل انها رجعت له تاني. فهي رجعت له، هل هو مسك عليها حاجه او هو بيحرضها لحاجه او ايه الفكره؟ هو مش حوار مسك عليها حاجه، هو حوار اي واحده بتكون متخانقه مع جوزها بتكون مش طايقاه، بتقول في حقه كلام وبتحصل حاجات مش كويسه خالص. طبعا الامور بعد كده بترجع لمجاريها، هي طبيعي لما هي متضايقه هتقول كلام مش كويس، فاهمه؟ بس عادي، ما مش حوار ما هيمسك عليه، ده مراته مش ماسك عليه حاجه خالص. ترى مين السبب في انها تتعاطى المخدرات؟ والله حسب، ممكن تكون ظروف خاصه، ممكن تكون في مشاكل، والله حسب، ممكن تكون مدمنه اصلا. مش ممكن ادمانها ده سبب وراء حد؟ ادمانها ايه؟ الادمان اللي هي فيه ده، في حد ورا الادمان ده؟ اكيد في، يعني مش مثلا هكون سليم ومعافى واروح اشرب لوحدي، يعني ما اكيد في واحد هو اللي خلاني اعمل كده. في ناس كتير بتقول ان حسام هو السبب ورا اللي حصل لها، ومع ذلك هي رجعت له، فانت ايه رايك؟ والله يعني دولت ناس مشاهير وكل مصر كلها هتتكلم عنهم، ففي ناس هتقول كلام يعقل وفي ناس كلام هتقول كلام مش يعقل، مش الواحد مش عارف يصدق مين. من وجهة نظر يعني ممكن تكون سبب مشاكل او ضغوطات في الحياة او حاجات هي بتتحملها مثلا ما بتقولش عليها او كده، فده ممكن يكون سبب ان هي دخلت المصحة، او ممكن حوار دخولها المصحة ده ما يكونش بجد، يعني ممكن الحوار ده ما يكونش بجد. مين السبب مثلا وراء الحاجات اللي هي بتتعاطاها دي؟ مين كان بيساعدها انها تعمل كده؟ ممكن يكون جوزها زي ما قالوا حسام حبيب، لانهم قالوا برضو ان هو اللي كان سبب في كده، وهو اللي كان السبب في انها تاخد الحاجات ديت وتتعاطى الحاجات ديت، فعلشان كده دخلت المصحة. وبرضه في ناس تانية قالت ان هو اخوها كان السبب، اخوها كان السبب في دخولها المصحة، علشان ما اعرفش قالوا ما اعرفش عشان ياخد فلوسها او كده، هو وحسام كانوا متفقين عليها حاجه زي كده. في ناس بتقول ان حسام حبيب هو السبب وراء ادمانها ودخولها المصحة وخروجها من المصحة تاني، انت شايف ايه؟ هو ده انا حاجه مش اعرف عنها حاجه، بس اللي انا اعرفه اللي هي يعني تبقى بينها وبين حسام حبيب يعني هي حرام، ده اولا. بس هو ايه ده اللي حرام؟ ايه اللي حرام؟ لو حرام تفشخ وتي تاني، يعني مثلا يعني اللي هي يعني مش يحصل عندنا هنا في بلدنا، هنا في كفلاحين مش يحصل عندنا كده، ده انا راحت لا روحي وراك وجل على طول اللي بيقولوها بالمثل، يعني المثال. بس تقول ايه لحسام حبيب؟ هو حسب الله ونعم الوكيل فيه، بعلم الشباب اللي هو بعلمه، بعلم الشباب يطلع ورجع تاني وكل حاجه يعني اللي هو بعلمه، وده حرام اللي هو بعلمه لهم ده. مرتضى منصور طلع هاجمهم، فايه رايك بقى في فكره ان هو يطلع يهاجمهم ويتكلم عنهم وكده؟ لا ما يصحش طبعا، ما دي حاجه مش تخصه، هو ايه دخله بالحوار اصلا؟ واحد ومراته. وبعدين هو اتكلم قبل لما رجعت ولا بعد لما رجعت؟ بعد ما رجعت لحسام هو اتكلم بناء على انها دلوقتي ترند. لا واحدة ورجعت لزوجها وخلاص والدنيا تمام، مالوش فيه اصلا، يعني مش مجاله ولا حواره اصلا. صراحة مالناش دعوة بيها اصلا، احنا دلوقتي بلد المفروض نهتم بالدين والسياسة، مالناش دعوة بالقصة اللي هي بتاعت شيرين وحسام. احنا بلد مجتمعنا تربى على الدين، احنا مجتمع اسلامي المفروض نهتم بالاسلام والدين بتاعنا، مالناش دعوة احنا بالقصة دي. اصل انا في الفترة ديت لقيت ان مصر كلها مهتمة بحوار شيرين وحسام، فده شيء مش حلو. مش سمعته والله. ايش هو اعترض عليهم؟ فانت معايا ولا ضده بقى؟ اعترض عليهم قال لي يعني. شتمهم؟ لا ضده طب. هو شو ده من حقه يعبر رايه بس بالادب والاخلاق طب. قول لي ايه رايك في مرتضى منصور؟ مرتضى منصور ده راجل تمام. والله راجل تمام. ده هو يعني راجل تمام. مية المليون ومظبوط في كلامه. انت ايه رايك بقى في اللي مرتضى منصور قاله؟ لا مرتضى منصور ده حكومه لوحده، معلش كده، ده حكومه لوحده، ده حتى انا كاهلاوي مش برضى اتكلم في حق الراجل ده. هو الراجل محترم وليه شخصيته، بس ايه زي ما تقول لسانه طويل بتكلم في حاجات ما تخصه، بس احنا مش هنحكم عليه، لان في ناس اكبر مننا هي اللي تحكم عليه، سواء كان هو راجل محترم او مش محترم، بس ربنا يقدم اللي فيه خير من ناحيه مرتضى منصور. لا هو مرتضى منصور معروف بجبروته اصلا وبهاجم اي حد، هو علشان لقى الحوار اصلا
لقى الحوار متصدر الترند وكده والكل بيتكلم عليه، ولقى عمرو اديب بيتكلم عليه ومرات عمرو اديب معرفش اسمها ايه مذيعة اه لميس الحديدي برضو بتتكلم عليه، فهو طلع شتم على ياسمين شتم على شيرين وشتم على حسام وشتم على الاثنين وعمرو اديب ولميس الحديدي شتم على الاثنين. لا فهو مرتضى منصور معروف بجبروت وعنده حاجه اللي هو شتمهم وكل حاجه، يعني معاه في كل حاجه فيه هو، قال لو عنده حاله هو يشتم مثلا دول ناس مش يستاهلوا ده كله، ويعني مش لهم لازمه عامه يعني في المجتمع، وده كله هيتحاسب ان شاء الله يعني بامر الله تعالى كده يوم القيامه، يعني ده كله هيعرف القيمه ويعرف الحاجات دي كلها.